حنا المعاناه ديالنا مع الكلاب الدار لاختي بزاف بكثره، لدرجه ولينا كنخافوا على والدينا، على وليداتنا نصيفطهم المدرسه، نسخروهم بزاف الحوايج. كنتمنوا من المسؤولين يجيو يديروا لنا شي حل للكلاب الضالة، حيت كيشكلوا علينا خطر في هذا الحي. وكاين هذا الحي فيه بزاف الحوايج، فيه مرافق صحيه، فيه مدارس، كاين الناس اللي عندهم هنا المحلات كيديرونجيونا الصراحه. وحنا بغينا من المسؤولين يجيو يديروا لنا حل هاد الكلاب، حيت راه بزاف. مثلا على سبيل المثال خرجت الصباح والله العظيم فوق شي 25 30 كلب، شحال قدك تحسب؟ هادوك الا مشاو تتصلوا بواحد الانسان ضعيف ولا هادي مشكله، غيفرسوه. واعرين واعرين بزاف. هادشي علاش اختي عيطنا للناس ديال شوف تيفي نديروا هاد اللايف باش يوصل الميساج للناس المسؤولين، باش على الاقل يديروا لنا واحد الحل. وهذا راه ماشي غير هاد ما كاينش شي كما كنقولوا شي جمعيه ولا هادي اللي غادي تقوم بالواجب. الاخطاء كنوصلوا الميساج عبر شوف تيفي اللي غتوصل لنا الميساج. اختي ماشي غير هاد كارتي، تقريبا المحمديه كلها، كل الناس ديال المحمديه كتعاني من هذا المشكل كلها. وكنتمنوا من الله ان المسؤولين يجيو يديروا لنا شي حل. اختي هادو اختي الكلاب ما ديال حتى واحد غير مع الاعوام، مع الاعوام كيتوالدوا كيتكاثروا، هادشي اللي كاين. مع الاعوام كيتكاثروا كيوليو بزاف، هاد الكلاب خاصهم حل، حيت لما دارش ليهم حل كيتكاثروا بزاف وكيشكلوا علينا خطر. هانتي الوليدات، شوف اختي شدي على الوليدات جايين من المدرسه، شتي كاينين المدارس هنا، هادو الكلاب كيشكلوا خطر على الوليدات الصغار. كاين اللي كيكون غادي الخدمه كيصيفط ولده بعض المرات كبير عنده 7 سنين ولا هادي بوحدو للمدرسه، كيريسكي بولادو. علاش؟ حيت هاد الكلاب الضاله صراحه خاصهم يدار ليهم شي حل. وشكرا.